السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف ما هذا الخبر. طبعا هذا الخبر انه انفنتينيو بيخالف قوانين الفيفا، وطبعا في ضجة فيما في مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة ضده منه لله. تعالوا مع بعض نشوف ماذا يخالف القوانين. اتمنى من اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وتعالوا نشوف هو شو بيخالف في القوانين. طب انا جبت لكم الموقع الرسمي علشان ما حدش يحكي بنجيب الخبر من عندنا. المتناقض انفنتينو يخالف قرار فيفا واللجنه المنظمه ويدعم شارع المثليه الجنسيه. طبعا هاي الصوره هو والوزيره الالمانيه زي ما انتم شايفين. ظهر جيان انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، هو يبدأ رضاه وتشجيعه على ما قامت به وزيره الداخليه الالمانيه بمخالفه قوانين قطر والفيفا عبر ظهورها بشرط المثليه الجنسيه في مباراه المانيا واليابان. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة انفنتينو حذر على اللاعبين ارتداء شارات تدعم الشذوذ الجنسي في مباريات مونديال قطر، إلا أنه ظهر في صورة مع الوزيرة الألمانية مبديا رضاه وتشجيعه لها. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة انفنتينو يقف إلى جانب الوزيرة الألمانية نانسي فيزر خلال حضورها مباراة ألمانيا التي انتهت بخسارة 1-1 ضد اليابان على مدرجات استاد خليفة الدولي. تناقض تصريحات انفنتينو مع افعاله واصبح مثار جدل على موقع التواصل، خاصه ان فيفا اصدرت قرارا بحظر هذه الشاره ومهاجمته لمن انتقد منعها، الا انه ظهر وهو يدعمها. وكانت الفيفا اكدت انه لن تسمح للاعبين بارتداء الشاره المصممه للتعبير عن التضامن مع الاشخاص زي ما انتم شايفين. وتنص الماده 11 من قانون الفيفا التاديبي الذي يغطي السلوك العدواني وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف على انه اي شخص يستخدم حدثا رياضيا للتظاهرات ذات الطبيعه غير الرياضيه قد يخضع لاجراءات تاديبيه. يعني هو ان شاء الله نشوف راح يخضع ولا ايش. وكانت قطر دوله المنظمه منافسات كاس العالم حذرت من ارتداء مثل هذه الشارات التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربيه وعاداتها. وكانت وزيره الداخليه الالمانيه نانسي فيزر ظهرت ترتدي الشاره هذه طبعا. وعن 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر الاثنين الماضي إنها عدت عن قرارها بارتداء قادتها شارة لدعم. طيب وأصدرت منتخبات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وهولندا وألمانيا وسويسرا بيانا قالت فيه إنه فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قاداتنا شارات داعمة زي ما أنتم شايفين في الملعب. وأضاف البيان لا يمكننا وضع لاعبين في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة أداء شرف في مباراة كأس العالم. طبعا هذا سبب أنه هعطيكم فيديو بالنسبة لدنمارك وإنجلترا أنها بتسبب بأنه هي تقول أنها سوف تنسحب من كأس العالم. طب تعالوا معنا نشوف هذا ماذا يقول هذا الخبر. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وهذا هو الفاسد رأس الأفعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا وضع لايك واشتراك. السلام عليكم.